تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الذي نستهله بالعناوين. مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة مساء حثيثة لإيجاد حلول لمعضلة نقص مياه الشرب عدد من المناطق. المستشفى الجهوي بجابس يتعزز بعدد من الأقسام الجديدة من أجل تحسين الخدمات وتقليص معاناة المواطن. وتألق تونسي بإحراز الجائزة الأولى لأحسن أستاذ مؤطر في العالم في مسابقة الأولمبياد العالمية للهندسة البيئية. البداية من القصرين، وفي موضوع حيوي خاصة مع انطلاق فصل الصيف وارتفاع حرارة الطقس، تمتع عدد من المناطق الريفية بالربط المباشر للمياه الصالحة للشرب، وذلك في إطار مشروع برنامج مياه القصرين الممول من قبل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وتحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. حوالي 20,000 عائلة من متساكني المناطق الريفية بولاية القصرين تمتعوا بالربط المباشر بالمياه الصالحة للشرب في إطار مشروع برنامج مياه القصرين الممول من قبل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وتحت إشراف وزارة الفلاحة. جئت اليوم لحضور اختتام مشروع مياه الشرب بالقصرين الذي دامت أشغاله 4 سنوات وهو تقريبا في مراحله الأخيرة، وسيمكن المشروع من تحسين تغطية عدد من المناطق بالجهة بشبكة المياه الصالحة للشرب عالية الجودة لحوالي 20,000 مواطن، أي حوالي 4,000 عائلة. شفنا توا نموذج من المشروع في الربيعية خارق العادة، وباش يعاون المواطنين هذية خاصة بنوعية جديدة توصل الفردية أي كل مواطن عنده. ونعتقد المشروع هذا اختتامه إن شاء الله اليوم في الورشة الختامية، نأخذ دروس وإن شاء الله باش يكون هنالك برنامج ثاني على الأقل حتى بنوعية أخرى لدعم ولاية القصرين ربما في مجالات أخرى. وفي إطار هذا المشروع تم حفر أبار عميقة وصيانة أخرى وإصلاح وتركيب شبكات توزيع المياه ب12 عمادة بولاية القصرين على غرار عمادة البيعية من معتمدية سبيتلا. حوالي 20,000 مواطن تزود بالمياه الصالحة للشراب بتكلفة ما يقارب 60% معناها من ميزانية المشروع اللي هي 25 مليار. المشروع في الربيعية فيه 200 عائلة والتكلفة نتاعو تعمل 800,000 دينار. قريب 200 ساكن يشربوا هكا بالمواجن الحكايات هذيا، وما فماش ما كل واحد في داره، فهمت؟ كانت فما جمعية واحدة كانت موجودة، تو سباب في الدار والجو باهي والحمد لله. برنامج مياه القصرين انطلق منذ سنة 2014 ويدخل هذا المشروع في إطار التعاون التونسي السويسري بدعم يقدر ب 250 مليون دينار من قبل الوكالة السويسرية. في جربة أيضا حقق استغلال محطة تحلية مياه البحر الذي انطلق منذ أسبوع نقلة نوعية من حيث التزود بالماء الصالح للشرب. دخول استغلال محطة تحلية مياه البحر بشكل رسمي في الفترة الماضية بجزيرة جربة حقق نقلة نوعية من حيث التزود بالماء وجودته في عدد من مناطق الجزيرة، يأمل المواطنون أن يشمل بقية المناطق المجاورة لجزيرة جربة ولا سيما في معتمديات جرجيس وبنجردان وولاية تطاوين التي تشهد انقطاعات متكررة ومستمرة للماء الصالح للشراب. بالنسبة للقوة نتاعو أحسن في الأيام الأولى أحسن، لكن مع كثرة الاستهلاك وكثرة نعرفوا جربة اللي نسبة عدد السكان تاعها تقريبا ولا الدوبل والتريبل في الموسم السياحي، بقي يضعف في بعض الفترات من اليوم لكن احسن من قبل. مع شي قصه جمله لاحظوا تغيير كبير برشا في نسبه الملوحه نتاع المياه، تحسن برشا. قبل المشروع هذا كان يصير حتى انقطاع معناها لساعات المياه، تو حتى كان ينقص الضغط معناها ما عادش يقص الماء والماء احسن معناها. في متابعه لسير استغلال هذه المحطه وايجاد حلول لبعض الاشكالات، عاين وزير الفلاحه والموارد المائيه في زياره ميدانيه منظومه التزود بالمياه الصالحه للشرب بولايه مدنينا. المكسب حقيقي حاجة أولى، حاجة ثانية نحب نقول للمواطنين هنا
ما يحكموش توا على المحطه، لان المحطه ما زالت ما تشتغلش 100%، ما زالت ما خذتش السرعه القصوى نتاعها. دونك وتو خاطر نسمع في كلام هاو الماء ما تبدلش، هاو الدي بي ما كثرش الى اخره، راهو ما زالت المحطه بدات تنطلق، وبالتالي كي توصل للسرعه القصوى نتاعها تحسوا التغيير هذا. بطبيعه الحال المستفيد منه الاول هما اهالين هنا في جربه بطبيعه الحال، ولكن الولايه الكل ستستفيد من هذا. اول حاجه بالنسبه للموسم السياحي ان شاء الله، واحنا حرصنا حرص شديد انهم ننهيوا قبل انطلاق الموسم السياحي. في مشهد تغيرت صورته في جزيرة جربة عما كان سائدا في السنوات الماضية بإنجاز هذا المشروع، لكن إشكالات ظلت عالقة أخرى، خاصة فيما يتعلق بمحيط المشروع من حيث تحسين البنية الأساسية والطرقات. أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي أن الوحدات الأمنية تمكنت مساء أمس من إيقاف شخص رابع متهم في قضية تنظيم الرحلة البحرية لفاجعة قرقنة، والتي جدت في الليلة الفاصلة بين الثاني والثالث من شهر جوان الجاري، وأسفرت عن غرق 84 شخصا بين تونسيين وأجانب. وأوضح تركيا أن هذا العنصر يعد طرفا مهما وعنصرا فاعلا في عمليات اجتياز الحدود خلسة في قرقنة، مبينا أنه وقع الاحتفاظ به في انتظار إحالته على قاضي التحقيق المتعهد بالقضية. انطلق صباح اليوم العمل بالشباك الموحد الخاص باستكمال جميع إجراءات سفر الحجيج إلى البقاع المقدسة، وذلك بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بالمنستير. على مدى 4 أيام افتتح الشباك الموحد لفائدة حجاج ولاية المنستير الذين بلغ عددهم لهذا الموسم 630 حاج. نكملوا الشباك هذا طبعا قسمنا في الحجيج حسب المعتمديات على الأربع أيام هذوما. اليوم عندنا 127 حاج وحاجة، المجموع هو 630 عدد الحجيج. اليوم الشباك الموحد تعرفوا فهمتي المنهجية والهدف اللي مجعول من أجله أنه يقرب الخدمات للحجيج، معناتها أبائنا كبار في السن ونحبوا فهمتي معناتها نجمعوهم باش نجموا نزيلهم الخدمات في أسهل الظروف. يمكن شباك الموحد الحجاج من كل الخدمات التي يحتاجونها وتسهيل الإجراءات المادية المتعلقة بالسفر إلى البقاع المقدسة. نعرفوا حجيجنا الكل خطر كل معناتها مجموعة متاع مؤطرين، ثلاثة وأربعة مؤطرين هما مسؤولين على الطيارة، يعني من الخروج من هنا من تونس أنت تعرف شكون معاك بالاسم، يعني واحد واحد، وغادي باش تخدم الناس الكل. لما يبدأ واحد مفقود ولا ناقص نعرفون. وعندنا منها موجود مختلف العملات زادة، اليورو وعن دولار وعن ريال، حسب منها كما نقولوا متطلبات الحاجة. صحيح يأثر منها دينار، انزلاق دينار هذا أثر في تبديل منها العملة دي. ظروف الإقامة مش تكون ممتازة إن شاء الله، فنادق مصنفة 4 و5 نجوم قريبة من الحرم. لم يخفي الحجاج فرحتهم بعد أن اختارتهم القرعة لأداء فريضة الحج، آملين أن تتناسب كلفة الحج مع الخدمات المقدمة. بالقرعة 11 سنة 2000 حصل، طبيت في 11 سنة شهرين من 2009 قيد، وإن شاء الله نمشي لباس نروح لباس ندي الواجب بتاعنا يا رب ولا يحرم مؤمن منها. غالية ياسر مش شوي، عندي فيديو يعني حصلت كان فلوس اللي مش ندفعهم توا، مازال الصراف حتى فرنك. ما تعرفش السنين يعني كل عام نقيد تو سنين باش تحت البليصه، والحمد لله وان شاء الله تكتب لي كل من هو انسان مؤمن بالقلب. اجواء من التشويق طغت على الحاضرين في انتظار ان تقلع بهم الطائره الى البقاع المقدسه لاتمام خامس الفرائض لمن استطاع اليها سبيلا. الملف الصحي يأخذنا إلى جابس سيناء. افتتحت بالمستشفى الجهوي بالمكان أقسام جديدة في اختصاصات متعددة من شأنها أن تبعث أملا لدى المواطن في تحسين الخدمات. تعزز المستشفى الجهوي بجابس بعدد من الإنجازات الجديدة التي ساعدت على تحسين الخدمات بهذه المؤسسة الصحية. مشروع متاع قسم مخبر تحليل الأنسجة والخلايا اللي دخل في طور الاستغلال، ومؤخرا معنا تلك الفضاء متاع الصيدلية المخزن والصيدلية الخارجية، وعنا المخبر التحاليل المخبرية، وإن شاء الله معنا في الأيام اللي بش تجي هذه بش نستلم قاعة القسطرة. نقص طب الاختصاص وبعض الأدوية الحياتية تبقى من أبرز الإشكاليات المطروحة بهذه المؤسسة الصحية.
ماذا بينا على طب الاختصاص؟ ماذا بينا فهمتني ولا على خاطر ناقصين برشا احنا في جابس طب الاختصاص؟ ماذا بينا على طب مجاري بولية؟ ماذا بينا على طب قلب؟ الأدوية كل 100% ما فماش، ما في 100% نجم نقولوا فما 80-85% في 15% ناقصين فما معناتها أدوية حياتي quelques produits qui sont vitaux qui sont irremplaçables اللي هما توما مش موجودين في الجينيكو. أدوية الحياتية اللي فريمون ما يلزمهاش تكون مفقودة، والفقدان نتاعها هذايا معناها راجع اساسا للنبعث طلب التزود لي بوند كوموند للفارماسي سنترال الصيدلية المركزية وما يمدوناش بهذايا. الظروف فريمون أثرت على الخدمات نتاعنا بالنسبة لطب الاختصاص. النقص معناها الموجود فيه ويعتبر معناها من صنف النجم والولي العملة الصعبة اللي هي اختصاص التبنيج والتختير واختصاص الأشعة. المستشفى الجهوي بجابس يشهد حاليا تركيز قاعة للقسطرة القلبية، ينتظر الانطلاق في استغلالها في ظرف شهر ونصف. دائما مع الملف الصحي، أين استبشر أهل عمدون من ولاية باجة بقافلة صحية متعددة الاختصاصات مكنتهم من عيادات مجانية، غير أن الحدث لم يمنع من التذكير بضرورة التسريع باستكمال المستشفى الجهوي بالجهة وخاصة دعم طب الاختصاص. تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بباجة، نظم المستشفى المحلي بعمدون بالاشتراك مع الجمعية التونسية لمكافحة السرطان بالمدرسة الابتدائية الحبيب بورقيبة بمعتمدية عمدون يوما طبيا مفتوحا لفائدة متساكني الجهة. كخط أول بطبيعة باش نشوفوا تقصي الأمراض ضغط، مرض ضغط الدم والسكري، عندنا تقصي الأمراض السرطانية لدى الرجال ولدى النساء، عندنا تقصي الأمراض السرطانية بالأخص لدى النساء المتمثلة في سرطانات الثدي وسرطانات عنق الرحم، عندنا نوادي تنشيطية وترفيهية للأطفال. كما تعرفوا فما دي باسيون اللي سون انكابابل دو سو ديبلاسي، معناها فوالا نقربوا لهم الخدمة هذه دو طون زون طون القليلة، فهمتني القليلة باش نشوفوهم باش نراقبوهم. تعددت العيادات المجانية ومثلت فرصة للمواطنين للانتفاع بهذه الخدمات في ظل النقص الفادح في أطباء الاختصاص في المناطق الريفية والداخلية عموما. شينا الباجة مرة وعدينا ولاباس ديما ماذا بينا تتكرر. سمعت بالقافلة وأنا ما عنديش فلوس باش نمشي نعدي بالفلوس العين، هي يعني جيت للخاف خاصة في المناطق الريف ما عندناش فلوس باش نعدو، باش كي عندي فلوس أنا من الجاي للخاف. عدد من الأطباء إلى جانب الإطار الشبه الطبي الذين شاركوا في جل فعاليات هذا اليوم الطبي المفتوح أكدوا على أهمية مثل هذه العيادات المجانية في المناطق الداخلية والتي تفتقر لأبسط المعدات الطبية الضرورية. سميناه ستريت ميدسين، الطب في الشارع للمواطن في كل مكان في تونس. عمدون أول مرة عندنا ملف طولت عليه المدة برشا، هو يخص استكمال الجزء الثاني من مستشفى عمدون، وفي الحقيقة كانت عندنا لقاء مع الوزير السابق وصل الاتفاق أنه حتى مع رئاسة الحكومة تناول في المنوال التنموي 2016-2020 بحول الله أنه بشير النور، أما ماذا بينا يسرعونا في الدراسة الفنية. يوم صحي مفتوح بمعتمدية عمدون مثل مناسبة متجددة للتأكيد على أهمية توفير خدمات صحية متطورة في المستشفيات المحلية والجهوية باعتبارها الخط الأول للعلاج ولتقصي الأمراض المختلفة. رحلة مباشرة من باريس إلى مطار طبرقة الدولي مثلت الحدث في المنطقة، حيث وجدت الترحيب من السياح والتونسيين المقيمين بالخارج العائدين إلى أرض الوطن، وخاصة مع ما عبثته من أمل في إمكانية إنعاش الحركية السياحية بالجهة. مطار طبرقة عين دراهم دبت فيه الحياة من جديد بوصول هذه الرحلة القادمة من باريس، وعلى متنها عدد من السياح الفرنسيين وبعض التونسيين المقيمين بالخارج من أبناء الجهة. مطار طبرقة يخدم 24 ساعة كامل أيام السنة وقادر باش يستقبل جميع أنواع الرحلات وجميع أنواع الطائرات. اليوم رجعنا للطيارة باريس طبرقة فول ديريكت للعام الثاني، بدينا ثلاثة جمعات قبل بارابور العام الأول خاطر حبينا نكثروا في الروتاسيون ونوفاو حتى عملوا له فينا اخر اوت السنه باش نكملوا مي سبتمبر معناها ليفورت. حلول هذه الرحله الجويه مثل حدثا مهما باعتبار تاثيرها المباشر على القطاع السياحي بالجهه، اضافه الى تواجد عدد مهم من التونسيين المقيمين بالخارج من ابناء الجهه والراغبين في العوده الى ارض الوطن عبر مطار طبرقة عين دراهم هذه الصيفه.
الحمد لله كل شيء كانت مليحة، ساعتين ولا حلو برشا. الرحلة كانت ممتازة ونحن سعداء بوجودنا هنا في تبرقة، ونأمل أن نستمتع بطقس مشمس خلال هذا الأسبوع. ومع الدعوات بإعادة فتح مطار تبرقة أمام حركة الملاحة الجوية وبرمجة رحلات إلى الجهة، يأمل المنظمون والعاملون في القطاع السياحي أن تمثل هذه الرحلة منطلقا لدفع الأنشطة الاقتصادية بالجهة. الرحلة الأولى هذه تكتسي أهمية كبرى، لأن في هذه الرحلة رسالة أن مطار تبرقة عند راهم الدولي يشتغل ومفتوح وتتوفر فيه جميع الخدمات والشروط الدولية. والأهمية الثانية بطبيعة الحال هو بداية رجوع السوق التقليدية الفرنسية لجهة تبرقة عند راهم، خاصة وإحنا على أبواب الموسم السياحي 2018 اللي باش يكون إن شاء الله واعد. الناس فرحانين برشا بكل صراحة، برشا جمعيات وبرشا ناس معناها التوانسة اللي عايشين في فرنسا اللي من الجهة هذه فرحانين برشا بالفول. وينتظر أن تتواصل هذه الرحلة أسبوعيا خلال هذه الصائفة، مع إمكانية تدعيمها برحلات أخرى في الفترة القادمة. في مجال اكتساب المعارف والعلوم، حصدت تونس اعترافا دوليا هاما من خلال إحراز أستاذ مؤطر للمواهب المبتكرة في المونستير على جائزة أحسن مؤطر للشباب المخترع لعام 2018. المسابقة الدولية أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك فيها 300 متسابق من 72 دولة. فاز حاتم سليمان بجائزة أحسن أستاذ مؤطر في العالم لهذه السنة في مسابقة الأولمبياد العالمية للهندسة البيئية التي يتم تنظيمها سنويا بالولايات المتحدة الأمريكية. حقيقة ما مشيناش باش نعملوا جائزة أحسن مؤطر أو لا، نلقاو رواحنا كونفوكي سور لو بوديوم أون طونكو ميور بروفيسور، معناتها كأحسن أستاذ مؤطر، اللي هي جات تقريبا بعد 10 سنين خدمة، بعد 202 تتويج دولي تقريبا. حاتم سليمان الذي يرأس الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا ويؤطر الموهوبين منذ 10 سنوات، تم اختياره من ضمن 350 مؤطرا من مختلف الدول كأستاذ استثنائي. كنا موجودين تقريبا في القارات الكل، مقسمين هذوما المترشحين على المستوى الدولي 2018 اللي هما يتعداو عبر المهرجان الدولي والمسابقه الدوليه اللي تصير في تونس كل شهر مارس، نختاروا احسن لميور كلاسيه لشيل تونس ويكونوا هما الممثلين نتاع تونس على المستوى الدولي. التلاميذ الذين اطرهم هم ايضا حصدوا الجوائز في تركيا والصين وصربيا والولايات المتحده الامريكيه. مشروعنا يتمثل في ان روبو دو فو اللي يحاول يتبع النار وين بالضبط في الدار. شاركنا في امريكا مع 72 دوله 1300 مشارك، تحصلنا على المرتبه الرابعه. بروجي ان سيستيم كي فورني بور فورنير لينيرجي مع اي روتاسيون، معناها خذينا زوج جوائز، خذينا سيرتيفيكال، خذينا 4 بلاس في البروجي، وخذينا ميدايم تاع بيست بوست بريزونتيشن في صربيا في بلغراد. وقتين مشينا لتركيا قدمنا البروجيات نتاعنا ما بين 500 مشارك و 25 دولة وجبنا تونس الأولى وشرفنا بلادنا. هو أستاذ مؤطر تونسي تجاوز صيته وصيت هؤلاء المخترعين الصغار تونس إلى العالم الخارجي بعد مشاركتهم في معارض العلوم الدولية، واستطاعت مخترعاتهم أن تتجاوز المحلية إلى العالمية. في الختام هذا تذكير بالعناوين. مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مساء حديثة لإيجاد حلول لمعضلة نقص مياه شرب عدد من المناطق. المستشفى الجهوي بجابس يتعزز بعدد من الأقسام الجديدة من أجل تحسين الخدمات وتقليص معاناة المواطن. تألق تونسي بإحراز الجائزة الأولى لأحسن أستاذ مؤطر في العالم في مسابقة الأولمبياد العالمية للهندسة البيئية. هذه النشرة وغيرها من الأخبار تجدونها على بوابة التلفزة التونسية. في أمان الله.
شفاء الروح لدى مولاك ونور القلب لفي تقواك. إذا دعوت فقل رحمك عبيد ضعيف أوالي حماك. تراني إلهي ولست أراك وتسمع صوتا خبا ودعاك. شفاء الروح يا أخي بشراك. يا حبذا مجلس ذكر الحبيب به روح لروحي وتفريج لأشجاني. من فاته أن يرى المختار فليرى إلى ما أبقاه من سنة عظمى وقرآن. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اليوم الحلقة 17 من برنامج شفاء الروح. نعم، شفاء الروح غاب عنكم طيلة شهر رمضان، لكن نحن لم نغب، فكنا حاضرين معكم في برنامج إن معي ربي في قصة الكريم موسى عليه السلام. نسأل الله عز وجل أن يديم عشرتنا ويحقق ألفتنا ويجمعنا معكم في أوقات سعيدة، سنين عديدة وأعمار مديدة. نحن نعود الآن بعد شهر رمضان حتى نواصل ما بدأناه من برنامج شفاء الروح. في كنت فكروش قلنا فيه ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول هو رحلة الروح من عالم الخلود، من عالم الذر اللي تخلقنا فيه، إلى دار الخلد، إلى الجنة إن شاء الله ويوم الحساب وما سيكون فيها. المحور الثاني سيكون متعلقات الروح، حين تنفخ الروح في الجسد ماذا ينتج عن ذلك؟ النفس، الصدر، القلب، هذه المقامات إن شاء الله نشوفها في المحور الثاني. ثم المحور الثالث وهو كيف ننتقل من العادة إلى العبادة، كيف ننقل الدين من داخل المساجد، من داخل الآيات، من الأحاديث، إلى سلوكيات نخدم بها، وهذاك كيفاش ترقات الأمة متاعنا حين وافق عملها علمها. تقبل الله صيامكم وقيامكم في شهر رمضان، وجعلكم إن شاء الله من عتقاء أهل النار، من عتقاء النار، وإن شاء الله ربي يحيينا رمضان سنين عديدة يا رب العالمين. معنا أخونا عبد الكريم طبلسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي رفيق، شكرا أخي سوي، مرحبا مرحبا بالسادة المشاهدين. إن شاء الله عيدنا، عيد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مبارك علينا أجمعين، كل عام ونحن بخير إن شاء الله. نستهل شفاء الروح في موسم الصيف بعد شهر رمضان، وإن شاء الله هذا الشهر يكون مبارك علينا أجمعين وعلى أهلنا إن شاء الله يا ربي. هو موسم راحة للتلاميذ، هو موسم الاستجمام من الموظفين المربين، راحة كذلك لكل من يلتمس الراحة في هذا الشهر مع السخانة ومع ارتفاع درجات الحرارة والبحث عن راحة كبيرة للنساء المطبخ في خاصة بعد شهر رمضان. إن شاء الله يعني راحة لهم كذلك، ربي يكون في عونهم وعون أجمعين. إن شاء الله بعد حلقة أين نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، اليوم مش نفهم بعضنا ونتدبر المواطن الثلاثة اللي نجد فيها ونقاو فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. الموطن الأول هو أخي رفيق، اللي هو الحوض، اثنين الميزان، ثلاثة الصراط. ومعنا المطرب الفنان صهيب الحلبي وهو منشد ديني أيضا، رفقنا طيلة شهر رمضان في برنامج إن معي ربي. جزاك الله خيرا، كيف حالك أخي صهيب؟ الحمد لله. مرحبا أخي رفيق، مرحبا أخي عبد الكريم، مرحبا السادة المشاهدين في تونس وفي جميع العالم الإسلامي، كل عام وأنتم بخير. نحن بحول الله في هذا البرنامج الكريم وما سبقه من برنامج اللي قضيناه في رمضان، معناتها كان لي شرف وكان عنا اطلاع، يعني اطلاع جديد على قصة سيدنا موسى، وما شاء الله بشفاء الروح بيكون عنا اطلاع آخر عن الرقائق وعن الحياة اليومية وعن المجتمع وعن الروح، وإن شاء الله هيك دائما نكون في أحسن حال. ألف شكر لك. جزاك الله خير، بارك الله فيك. رسمنا لبرنامج شفاء الروح، كنت تفكروا من الأول، من الموسم الأول متاعه عام 2013، قلنا هدف برنامج شفاء الروح أن يعرف الإنسان نفسه، ولن يعرف نفسه حتى يعرف ربه، فإن عرف ربه عرف دربه، وإن عرف دربه أمن ألا يضل، ومن سار على الدرب وصل. إيش معناها عرف ربه؟ كما الآلة اللي يلزم تشوف شكون اللي صنعها، خاطر هو أدرى بها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف
الخبير عرف دربه الثنية متاعه. من أين أتينا؟ من عالم غيبي طبعا، قبل أن نوجد في هذه الحياة كنا في عالم غيبي. ما معنى غيب؟ غايب علينا، ما نعرفوش، ما نعرفوه إلا بما أرانا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم وجدنا في هذه الحياة الدنيا في فترة قصيرة، مهما طال عمر الإنسان قارنها بأعمار الحضارات، قارنها بأعمار الأرض، قارنها بأعمار حتى بعض الحيوانات، فعنا عيشتنا يتسمى قصيرة هنا. ثم سنروح ونخرج من هذه الحياة إلى عالم غيبي آخر لا نعرف عن العالم الغيبي الأول ولا الآخر شيئا، لأنه اسمه عالم غيب، إلا بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما أخبرنا القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وقت يقولوا تعرف دربك، معناها منين جيت وين مش، راك أنت هنا عابر سبيل في هذه الحياة الدنيا اللي هي عالم ممر، ما هيش دار مقر. بدأنا المحور الأول، قلنا رحلة الروح إلى دار الخلود، وبلغ بنا المطاف إلى الحديث عن يوم الحساب، يوم الدين، يوم العرض، وشفنا ثلاث مواطن نجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحلقة اليوم اسمها ثلاث مواطن. ويختمنا الفصل الأول أخونا صهيب بابتهال. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم شفاء الروح لدى مولاك، ونور القلب لفي تقواك. إذا دعوت فقل رحمك، عبيد ضعيف أتى لحماك. تراني إلهي ولست أراك، وتسمع صوتا خذ ودعاك. شفاء الروح يا أخي بشراك. أخي عبد الكريم نشوف عيني زغلت، ما شاء الله ما شاء الله، والله القشعر يعني لمسة حلبية، فيها لمسة حلبية. درع شيء، درع أذنك موسيقى، أذنك موسيقية ما شاء الله. فاجأتنا فاجأتنا بإعادة الجنريك اللي هو كلمات كلمات يا سيدي رفيق برابط، ما شاء الله ما شاء الله، ألحان كريمة رفيق برابط اللي هي صفاء مرابط، ثم غناء المنشد العالمي أحمد جلمام، جزاه الله عنا كل خير تحية من هذا المنبر. كذلك كما نشكر أخونا أحمد جلمام، نشكر أخونا صهيب، نشكر أيضا ونرسل أكبر عبارة الشكر إلى أخينا وصديقنا العزيز وسام بن عامر، وهو أول المبادرين إلى الاستشعار في البرامج الدينية في التلفزة الوطنية، وهو عنده وكالة أسفار اسمها وكالة ليبرتا، مهمتها مش الحج والعمرة فقط، بل الأسفار إلى عديد الوجهات السياحية، ويقول أن غايتنا هي الإتقان والإحسان، فله الشكر الجزيل منا، جزاه الله عنا كل خير. ليبرتا للأسفار والسياحة أول مزود للعمرة في تونس، توفر حالات مباشرة من تونس، المنستير، صفاقس وجربة، حجاجنا ومعتمرينا في مم وعينينا. شفاء الروح اليوم في ثلاث مواطن، ثلاثة مواطن نلقى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الحوض، الميزان، والصراط. أخي عبد الكريم ماذا عندك اليوم؟ بارك الله فيك أخي رفيق. كما تحدثنا المواطن اللي باش نشوف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ان شاء الله يا ربي نكونوا من اهل اللي نكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هالمواطن هذه. حديث معروف، ناخذ حديث معروف عن الصحابي انس بن مالك رضي الله عنه، حين قال للرسول صلى الله عليه وسلم، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع لي يوم القيامه، قال انا فاعل بهم، ان شاء الله يعني يكون شفيع لنا الرسول عليه الصلاه والسلام. فسأل سيدنا انس رضي الله عنه، قالوا اين اجدك، وين نلقاك يا نبي الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أطلبني أول ما تلقاني على الصراط. قال قلت فإذا لم ألقك على الصراط، ما قيتكش على الصراط، وين لقاك يا رسول الله؟ قال فأنا عند الميزان، اثنين الصراط دو اثنين الميزان. قال قلت فإن لم ألقك عند الميزان، ما لقيتكش عند الميزان يا رسول الله؟ قال فأنا عند الحوض، هذا الموطن الثالث. قال لا أخطئ هذه المواطن يوم القيامة. سبحان الله، اللي يعجب الحديث هذا اللي هو
صحابي مش مفلت النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك اين اجدك يا رسول الله؟ قالوا هنا. وكم من قتش هنا، معناها الناس تبحث على النبي صلى الله عليه وسلم لانهم في الدنيا يبحثون عنه ويدرسون سيرته. نبدا بالحوض يا سيدي. الحوض هو بركه ماء، ايش معناها في العربيه حوض؟ هو عموما هو حاجه مبنيه. الحوض البركة تكون طبيعية، حوض هو مكان معد باش يرفع الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا. هذه معلومة باهية، كل نبي يوم القيامة عنده حوض. وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة. ما يقول لك ورد الماء معناها جاء بحث الماء، الواردة هو الناس اللي يجيوا للحوض. وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. قال أنا أرجو أن يكون الحوض متاعي هو أكثر حوض يجيب معه ناس. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحوض وحجمه، قال من المدينة، مدينة المنورة، إلى صنعاء في اليمن، أكوابه أباريقه، قال لك عدد نجوم السماء، طعمه أحلى من العسل، لونه أبيض من اللبن أو أبيض من الثلج، ريحه فيه رائحة أطيب من المسك، كيف لا، ومنبعه منين؟ من نهر الكوثر. منين يتعبى الحوض هذا؟ ما قلنا الحوض في العربية حاجة أنت شفت حديث يلوط حوضه، أنا يحذر في الحوض، هو مجهز ليومة محمد صلى الله عليه وسلم. منين يجيه الماء؟ يجيه من نهر الكوثر. قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. ووصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها رأي عين. إن شاء الله يا رب نكون في الساعة ذيك سعداء، ومع بعضنا الناس كل يا رب اللي تشاهدوا فينا وأهلكم وذريتكم كلنا نكون في المكان هذا بحث الحوض. قال لك ثم زوز ميزاباني، ميزاب وميزاب، يشخباني من نهر الكوثر من الجنة، يصب في مكان المحشر وحوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأعطانا الوصف، قال لك كأنك تشوف فيه تو عبد الكريم، ميزاب ذهب وميزاب فضة يهبطوا في الماء. أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم موعد، قال موعدنا الحوض. اللهم اجمعنا معه يا رب. اللهم إنا آمنا بمحمد ولم نره فادخلنا مدخله وأوردنا مورده وأنزلنا منزله ولا تحل بيننا وبينه واسقنا من يده الكريمة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. هذا يا خلاصة عن الحوض. مازال الموطن الثاني الميزان خويا. بارك الله فيك رفيق، اختصرت وأجدت في الحديث عن الحوض. الحديث عن الميزان يمكن تفصيل الكلام في الميزان في مسائل، مش ناخذ بعض المسائل. المساله الاولى نبداو بها اول ذكر. ما يتبادل ذهنك تقولوا ميزان، اش معناه ميزان؟ تقول ميزان نقولوا احنا ميزانك اللي فيه كفتين، معناتها كفه منه وكفه منه، كفه من هذا الميزان الالكتروني، معناتها الكتروني فيه ميزان الكتروني. المهم هو ميزان، هم ميزان الذهب زاد، فميزان الذهب، ميزان الذهب. نعم، على كل حال اوزان متعدده، فما حتى نتاع الحبوب. نعم، الاولى ذكر الميزان في القران. قال تعالى ونضع الموازين القسط يوم القيامه. إذا هنا ربي ما قالش ميزان، قال موازين، إذا هي جمع، فيحتمل أن تكون هناك موازين متعددة مش كان ميزان واحد توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد هي الموزونات، يعني الحاجات اللي باش تتوزن هي كثيرة كذلك. جمع باعتبار تنوع الأعمال. علاش قالوا الموازين متعددة؟ لأنه الأعمال متعددة، فما ما يخص العبادات. أي نعم، تو احنا نفدلك قلنا ميزان الذهب، ممكن ثم حاجات ستوزن بميزان الذهب. نعم، النيه والاخلاص يوم القيامه. نعم، حب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم حاجات بتوزن بالقسط، تحتاج الى الدقه، وهذا يتحدث فيه حتى ابن خلدون كيف ان هناك دقائق الامور توزن بميزان الذهب. قال دقائق امور توزن بميزان الذهب، والحاجات الغيبيه ما يقدر توزنها بحتى شيء. سبحان الله، موازين. نعم، جمع وكذلك باعتبار تنوع الأعمال، ويمكن أن تكون آليات الوزن كثيرة. خاطر علاش احنا فما الأعمال متنوعة، فما أعمال تخص العبادات وأعمال تخص المعاملات، فما كذلك آليات الوزن، حاجات اللي باش نوزنوا عليها ممكن تكون كذلك كثيرة يوزن للناس في نفس الوقت، مثل خزينات المغازات الكبرى كذلك. يعني مثال على كل حال، ماشي ميزان واحد. نعم، فما موازين كثيرة كما الكاسة في المغازات الكبرى. نعم، معناها يكونوا علاش ربي سريع الحساب، احتمال مليار فرد وقت يوزنه، كل واحد يمشي الميزان نتاعه. الله اعلم، بما ان ما عندناش حاجه ثابته فيها. بارك الله فيك. وذلك مثال كنا قبل كنا كيجي تحدث على ميزان، شنو اللي تبدل ذهنك؟ وقلنا وما يدل على انه ليس ميزان واحد، فما ايه معروفه نحفظوها الناس كل من احنا صغار عند المدب، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه. اقرأ هنا اخويا صهيب، شوف فيك تأيد في الكلام على الميزان. اللهم سبحانه وتعالى كما تكلمت من ميزان الذهب، معناتها الامام الذهبي اطلقوا عليه اسم الامام الذهبي، لانه كان يوزن المسائل في 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 كما بدقه شديده كما ميزان الذهب، لذلك اطلق. نعم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية.
ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. الله فيك أخي صهيب على هذه التلاوة. وكذلك فما سورة أخرى إذا في سورة المؤمنون: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمن ثقلت موازينه، هل إيش ربي سبحانه وتعالى ما قالش من ثقل ميزانه، قال موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يا ربي أجرنا من جهنم. روى الطبري في تفسيره عن ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث عن الميزان هنا قال: يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته، ولو حسنة واحدة رجحت كافة الحسنات فكان من أهل خير إن شاء الله، ومن كانت سيئاته دخل الجنة إن شاء الله، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته ولو بسيئة واحدة إذن دخل النار، اللهم أجرنا من النار. ومن استوت حسناته وسيئاته كان ذلك من أصحاب الأعراف. وعنا سورة كاملة سورة الأعراف. فرب رجل غرق في ذنوبه حتى أذنيه ثم تشمله رحمة الله عز وجل ما لم يكن مشركا، قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه اللمحة الأولى عن الميزان. وصلنا أخوي عبد الكريم. أنا بارك الله. بارك الله فيك. كنا تحدثنا عن المسألة الأولى في الميزان. المسألة الثانية في الميزان، ذكر الميزان كيفاش تذكر في السنة؟ في صحيح أخرجه البخاري ومسلم في الحديث الصحيح في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم يوم القيامة السمين، الرجل يكون سمين يوم القيامة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. قديش يوزن؟ 100 كيلو، 150 كيلو، 120 كيلو، ما يوزنش عند ربي يعني جناح بعوضة. قال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والأحاديث عن الميزان كثيرة، إن شاء الله ربما نتعرض لبعضها. فمسألة ثالثة كذلك في صفة الميزان في الكيف، الصفة الثالثة في المسألة المتعلقة بالميزان، فصفة الميزان كما دلت عليه الأحاديث أن له كفتين حسيتين، كما تتخيل أنت تاو الميزان أكل البسكولة ديكا، واحدة على اليمين واحدة على اليسار، ففي كفتين حسيتين يعني نشوفوها توزن فيها الصحائف. ولكن اختلف العلماء في الموزون ما هو مع ثلاث أقوال. الميزان تفهمنا فيه، أما اللي بشي توزن شنو هو؟ في ثلاث أقوال. قالوا الموزون الأعمال نفسها، الأعمال خير الشر كلها تتوزن تتجسم وتوضع في الميزان، وهذا القول له أدلة كثيرة من صحيح السنة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا يدل على مسألة الخفة والثقل في فيما يتعلق الأمر بالأعمال. معناته احنا قلنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، زادت الميزان بتاعنا الحمد لله ان شاء الله يكون خالص لله. اثنين، ان الذي يوزن هو العامل نفسه، الحاجة اللي توزن العامل، انت في حد ذاتك يا عبد انت في حد ذاتك باش توزن، فيثقل الانسان في الميزان او يخف بمقدار ايمانه وعمله لا لضخامة جسمه. وهذا القائل كما حديث اللي قلنا قبليك حديث الرجل السمين اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يسويش عن ربي جناح بعوضة. المسألة الثالثة أيضا، أنا الذي يوزن إنما هو الصحائف الأعمال، مش الأعمال فقط وإنما الصحيفة هذه كذلك الكتاب يوزن أيضا. ودليل هذا القول ما رواه الترمذي وغيره من حديث صاحب البطاقة الذي تقابل البطاقة متاعه، أنه لما توزن الصحائف متاعه الكل بعد خرج بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكانت لا إله إلا الله هذيك البطاقة هذيك في 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 ميزان، وأكثر من الصحائف اللي عنده قيل أنها 99 صحيفة، يعني 99 سجل، 99 صحيفة دوسي مع 99 بطاقة لا إله إلا الله، كانت نقولوا احنا أرزن وأثقل من السجلات هذيك الكل. فإن شاء الله لا إله إلا الله بالمقتضيات متاعها إن شاء الله نكونوا من أهلها يا ربي. أمين يا رب العالمين. بالنسبة للنوع من الموازين، إذا قلنا الميزان ينجم يكون البشر هو اللي توزن بكله وربي يبدله ويثقله ولا يخففه على حسب أعماله، الصحف متاع الحسنات والسيئات الكتب متاعه، وإلا تكون الأعمال ربي يجسدها في أشكال ولا موازين معينة ويوزن بها. واحتمال الثلاثة، احتمال الإنسان يوزن هو، توزن أعماله وتوزن الصحف متاعه. بالنسبة للأعمال، الحاجة اللي نعرفها وقالها النبي صلى الله عليه وسلم، راه برشا ناس يقولوا فائدة في القلب، راه لابد أن يترجم القلب ما صدقه العمل، ما وقر في القلب صدقه العمل. وذلك علاش الميزان يوم القيامة هو الحسنات، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. كل شيء يترجم إلى حسنات وسيئات. ونأخذ مثلا
المعايير اللي اعطاهم لنا النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله 10 حسنات، الحمد لله 20 حسنة، الله أكبر 10 حسنات، السلام عليكم، شوف تقول السلام عليكم 10 حسنات. سيدنا عبد الله بن عباس يخرج هو والغلام يحوسوا في السوق، السلام عليكم السلام عليكم، قالوا نجمع في الحسنات. السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. قراءة القرآن حين تقول ألف لام ميم، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كل واحدة 10 حسنات، معناها 30 حسنة. تصور معناها تقول الحمد لله رب العالمين فيها 18 حرف، 180 حسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، كإنما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوه، فلوه هو ابن الحصان، أو فصيله وإلا ابن الجمل، حتى تكون مثل الجبل. شوفوا ربك كيف يضاعف سبحانه. صدقة، إذا الحسنات أنواع، قلنا على الكلام تو نقولوا على الفلوس. تخرج دينار احتمال عند ربي تحسب 1000 دينار و10000 دينار. خويا عبد الكريم بارك الله فيك، والكلام قلته أخي رفيق أيضا هذا ما رجحه الشيخ ابن كثير في تفسيره في الحديث على أنه الموازين هذه ثلاثة معتبرة في الحديث، معناتها من غير ما نفرق نقول المقصود بالميزان هذا ولا هذا ولا هذا، ممكن كل إن شاء الله. نعم، ولمن لم يجد المال، هنا السؤال أخي رفيق، لم اللي ما عندوش المال نقول له في كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة، فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه. سبحان الله، يعمل بيده فينفع، يعني أعمل بيده ونفع روحه تأخذ الحسنات. أي ويتصدق. قالوا فإن لم يجد، ما عندوش باش يتصدق يا رسول الله. قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يجد، قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. امساكك عن الشر هو صدقة، ما تضرش الناس وتكون عندك نيه ان شاء الله، وهذاك علاش اماطه الاذى عن الطريق صدقة. معناها تشوف حاجه في الكياس باش تتقلق بالناس، حجره عصا تبعها، ابتسامتك اخي رفيق، ابتسامتك وجه اخيك صدقة. الكلمه الطيبه صدقه. صحيح أخي رفيق، إماطة الأذى عن طريق صدقة، الكلمة الطيبة أيضا صدقة، الابتسام أيضا صدقة، هذه أشياء كلها توزن أخي رفيق، وهناك أشياء تفوق الميزان أيضا. ونحن كنا في شهر رمضان الكريم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم معناتها كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700، يعني 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وانا اجزي به، وكذلك صلاه الليل قدام الحسن ولا اي ما نعرفش انا صيام ما نعرفش قدام الحسن 100 لله جل جلاله هو الذي يجزي به الصابرون اجرهم بغير حساب. صحيح، وكذلك صلاه الليل وقيام الليل اجره كبير غير معلوم ايضا. سبحان الله، هذه ممكن سنه الناس تركوها ولا نقص منها، هي صلاه ركعتين. فيجيوني اسئله يقولوا لي وقتاش احسن وقت لقيام الليل؟ بعد صلاه العشاء حتى قبيل الفجر تصلي ركعتين ما تستفق، واحسن وقت هو الثلث الاخير من الليل، أجره عظيم جدا، ما يتحسبش من الحسنات عند السحر. رد لنا أخويا صهيب أجر قيام الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ما يعرف حد ايش خلالنا ربي أجر قيام الليل. ثم مسألة أخرى مهمة أخوي صهيب تعرفها طبعا، هذه ما تفوتكش، اللي هو مقابل الحسنات حاجة اسمها السيئات. كيما الكلمة الطيبة حسنة، الكلمة السيئة، الكلمة الخايبة سيئة، الكلمة الفاحشة سيئة تقيد ضدك. إلقاء الوسخ من السيارة، قلنا إماطة الأذى عن الطريق، إنسان لقى وسخة حشاكم في الشارع نحاه عنده حسنة، وكان يحل شباك السيارة ويرمي حاجة في الشارع سيئة. وهذا ايش نحبه؟ احنا نحبه نترجمه الايمان والدين الى اعمال. الاضرار بملك الغير سيئه، قد يحتاج العبد يوم القيامه الى حسنه واحده
ويكون ضر روحه بسيئة واحدة أعملها. يوم القيامة تستحق حسنة، تمشي لأمك وبوك تقول أعطيني حسنة، ولكن حد ما يقبل باش يعطيك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يقول أبو العتاهية: سأسأل عن أمور كنت فيها، فما عذري هناك وما جوابي؟ بأية حجة أحتج يوم الحساب إذا دعيت إلى الحساب؟ هما أمران يوضح عنهما أمري، كتابي حين أنظر في كتابي، فإما أن أخلد في نعيم وإما أن أخلد في عذابي، والعياذ بالله. إن شاء الله ربي الله لي يعذبنا الدنيا لا آخر. أمين أمين أمين. بارك الله فيك شيخ رفيق، وتحدثنا عن ترجمة الأعمال إلى حسنات وسيئات، ويجب أن نذكر أنفسنا ونذكر خيالنا المشاهدين بالمغفرة، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له إن شاء الله يا ربي، وهذا من فضل الله. لكن التوبة ما تحققش بطول العهد كما يقولوا إخوانا في القانون بالتقادم، لا ولا بنسيان هذا الذنب، ولكن بالإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب والاستغفار والندم عليه. وهناك حديث يبين دقة الحساب بالحسنات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. الله أكبر. حتى ما عملهاش، ما عملهاش يا رب يكتب له حسنة. فإن هو هم بعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات، ما شاء الله، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يعني نجيء بغير حساب. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة. الله 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 الله. هم بسيئة لكن ما عملهاش، عنده حسنة. علاش؟ خاطر ما عملهاش. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. فشوف فضل ربي سبحانه وتعالى على عباده. سيئة ولم يفعلها كتبها الله حسنة. حسنة. وإن عمل الفرائض والواجبات ماذا هناك؟ بغير حساب. كما يقولوا يعني أضعاف كثيرة. يا سلام. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. إذا شفنا اليوم حاجتين بعجالة هما ملخص وتذكير لما رأيناه في الموسم الأول من برنامج شفاء الروح. إذا شفنا الميزان والحوض، الصراط الآن. الصراط هو جسر يوم القيامة نشوفوه بكلنا. كلنا مش نراه الصراط، وإن منكم إلا واردها. أرض المحشر تنصوها إن شاء الله في الأسبوع القادم. أرض المحشر ماشي هي الجنة، الجنة باش تجينا وتقرب لنا. ثم النار بين أرض المحشر وبين الجنة، ينصب جسر ما بين أرض المحشر وما بين الجنة، والناس كل بتعدى على الجسر هذا. صفاته تخوف كالسيف، لا إله إلا الله، طويل دقيق، لا إله إلا الله. معظم الناس سيكبون ويسقطون في النار إلا من رحم الله. إن شاء الله يا رب يجعلنا منهم. تنشوف صفة الصراط في الأسابيع القادمة إن شاء الله. وهيئة المرور كذلك. وهيئة المرور. الله. ما نحبوش أن نخوف الناس، ولكن راهو الخوف سبيل إلى العمل. من خاف أدلج. اللي خاف يقوم من بكري الصباح ويصلي على روحه ويقرأ قرآن ويستغفر ويتوب من الذنوب وينوي. شوف النية محلاها، تنوي حسنة يكتبها لك ربي سبحانه وتعالى حسنة. آية نجيبها على يوم القيامة ويوم العرض. يقرأ لنا أخونا صهيب ونمر للفقرة الموالية من بعد إن شاء الله. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئت بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. يا ربي اجعل لنا موعد مع القيامة إن شاء الله مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أبائنا أمهاتنا، مع إخوتنا أخواتنا أبنائنا بناتنا أحبابنا أصدقائنا. يا رب هذا الموعد اللي نحبوه، ويا رب إن شاء الله الموعد يكون معك ومع نبيك صلى الله عليه وسلم. أخي صهيب بارك الله فيك، ودعنا بابتهال. مقامك محمود وأنت محمود.
ورب السماء أعطاك حوضا أعطاك حوضا وكوثرا. أيا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما كاملا بدرا. إن رمت أن تحظى بالحوض يوم الزحام يوم الزحام. إن رمت أن تحظى بالحوض يوم الزحام يوم الزحام يوم الزحام يوم الزحام. صلي على باهي الأنوار عين اليقين صلي على باهي الأنوار عين اليقين. صلوا على باهي الأنوار عين اليقين. ناداه ربي يا مختار ناداه أقبل يا مختار. أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين. شفاء الروح يا أخي بشراك. شفاء الروح يا أخي بشراك. ورجع معنا أخونا جلال نويلي. مرحبا. مرحبا بك سرافيق ومرحبا بالسادة المشاهدين وإن شاء الله عيدنا وعيدكم مبروك. رمضان فارقناه قعدنا كيما الأيتام. النهار الأولاني متاع رمضان نهار العيد الأولاني الواحد ما تسحرش يصبح جيعان شوية والله حتى فطور الصباح يتعدى بصعوبة. مثلا الواحد يحس بروحه ثم حاجة نقصته. ولهنا تعرف أحسن دعاء شنو؟ أحسن دعاء اللهم بلغنا رمضان. امين. شو قداش مازالوا ولكن فريمون مستوحشينه. اما اللي يحب سي رفيق اللي يحب يطيل النعمه نتاع رمضان ويطيلك المتعه نتاع رمضان ثم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ من صام رمضان واتبعه ستن. بست من شوال كان كمن صام الدهر كله. معناتها حسابيا سهله العمليه. انت كنت تحكي سي عبد الكريم حكيت سي رفيق على الحسنات على الصدق.